لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها موقع انا السلفي يقدم لكم هذه الماده الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى اله وصحبه من بعده اما بعد فان هناك اسسا ننطلق منها قبل الحوار مع الملحدين لان الحوار معهم دون استحضار هذه الاسس يتسبب في تنازلات منهجيه خطيره ويضفي على دعاواهم قدرا من الجديه لا تستحقها ان عقول الشباب الان ترزح تحت قصف فكري دائم ومركز فرضته مظاهر العولمه والانفتاح والانفجار الثقافي والمعلوماتي الكبير الذي انتفض كالمارد من قمقمه وجاس خلال ديارنا وحصوننا عبر البث المباشر والقنوات الفضائيه والانترنت ليفجر قضايا ما كانت لتجد لها موضعا في العقول والقلوب لولا الخواء الفكري والغياب المذهل لأساسيات العقيدة لدى بعض الشباب الذين يصدق عليهم قول الشاعر: (أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى) فصادف قلباً خالياً فتمكنا، ولا شك أن نشر الإلحاد من أخطر عوامل الهدم المعنوي الذي أشار إليه المستشرق شاتلي حين قال إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضدوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السبب الأول والرئيس لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم عليكم ان توجهوا جهود هدمكم الى نفوس الشباب المسلم والامه الاسلاميه باماته روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القران وتحويلهم عن كل ذلك بواسطه نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الاباحيه وتوفير عوامل الهدم المعنوي انتهى من كتاب الغاره على العالم الاسلامي نحن لا نحجر على الشباب ان يطلع على ثقافات الاخرين ولكننا ننكر عليه ان ينفتح عليها قبل ان يتسلح بالعلم النافع ويستبصر في دينه ويقف من اليقين على ارض صخريه صلبه لا ان يهوي في رمال متحركه ويلقي بيديه الى التهلكه ويخوض غمار معركه ضاريه مجردا من اي سلاح قال الراغب الاصفهاني رحمه الله حق من هو بصدد تعلم علم من العلوم الا يصغي الى الاختلافات المشككه والشبه الملتبسه ما لم يتهذب في قوانين ما هو بصدده لئلا تتولد له شبهه تصرفه عن التوجه ولاجل ذلك كره للعامه ان يجالسوا اهل الاهواء والبدع لئلا يغووهم فالعامي اذا خلا باهل البدع فكالشاه اذا خلت بالسبع فاما الحكيم فلا باس بمجالسته اياهم فانه جار مجرى سلطان ذي اجناد وعده وعتاد لا يخاف عليه العدو حيثما توجه ولهذا جوز له الاستماع الى الشبه بل اوجب عليه ان يتتبع بقدر جهده كلامهم ويسمع شبههم ليجاهدهم ويدافعهم فالعالم افضل المجاهدين فالجهاد جهادان جهاد بالبنان وجهاد بالبيان انتهى من كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة وإليك هذه الواقعة ففيها عبرة وأي عبرة أتي أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس برجل ثنوي على مذهب المجوس فجمع له العلماء ثم اقبل على الرجل وقال له صف لي شبهتك فقال الرجل رايت خيرا وشرا وعزا وذلا وموتا وحياه فقلت هذا ليس من واحد بل من اثنين واحد للخير واخر للشر فاطرق السفاح مليا ثم رفع راسه وقال له اخبرني عن الذي يخلق الخير ايقدر على خلق مقدور الاخر فقال لا قال والذي يقدر على الشر ايقدر على مقدور الاخر قال لا قال ويحك فاتخذت الهين عاجزين قاصرين ومن لا يقدر الا على بعض المقدورات دون بعض فعاجز عن البعض فبهت الرجل فقال له ابقيت لك حجه قال لا فقال له ابن شبرمه الحمد لله الذي هدى باولكم اولنا وباخركم اخرنا ثم رد السفاح راسه الى الجمع وقال لهم هل انفقتم جزءا من اعماركم في قراءه علم تردون به على من الحد في دين الله يوما من الدهر الا يستحضر الشباب نعمه الله عليهم بالاسلام والقران والسنه الا يدركون قيمه ان يكون لك رؤيه مطمئنه واضحه لموقفك من خالق هذا الكون عز وجل وهدف واضح تسعى اليه ووجهه محدده تقصدها واجابات علميه يقينيه راسخه لا تشوبها شائبه شك حول جميع الاسئله النهائيه او الكليه وهي التساؤلات التي تثار حول الانسان والكون والحياه وحقيقه كل منها وما يتصل بها ان الغرب تقدم في عالم الماده واغتر بتقدمه المادي مع انه مفلس في عالم الروح هائم في عالم العقيده ضال في عالم الغيب ارهقته النظريات المتضاربه وانهكه الانحلال الخلقي والثقافه الغربيه لا تقدس شيئا على الاطلاق ومن ثم فلا يليق بنا أن نستجلب لأنفسنا هذا البلاء ونفسد فطرنا السوية ونكفر بنعمة الله علينا أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه إن أبرز ما يتسم به الإلحاد المعاصر أنه لا يخجل من دعواه بل يتبجح بها في كبر وغرور واستعلاء ويضفي على مسلكه في هدم الدين طابعا نضاليا مستميتا كانه يحمل رساله انقاذ للبشريه قال الله تعالى الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين ومن عجيب امرهم انهم يدعون العلم وما يفقهون ان العلم في قضيه الايمان بالله ليس محايدا بل ان العلم منحاز بكليته الى الاسلام والتوحيد والايمان ولا مخرج من هذه الفتن سوى الحوار العلمي بكل ما تعنيه كلمه العلمي مع من حادوا عن الفطره ووقعوا فريسه التضليل الالحادي لقد ضرب الاسلام المثل الاعلى في الحوار العلمي المنصف النزيه ودعا من يخالفونه الى الحوار قال تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين وجعل الاحتكام الى حقائق العلم وبراهين العقول فقال عز وجل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وقال سبحانه قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وقال عز وجل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال مؤمن آل فرعون في حواره مع قومه: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا قال المندم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى يقبضنا عليه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا الشهادة. "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين".